جود مورنينج جي فور، ازيكم عاملين ايه؟ انا مش فاطمه، والنهارده ان شاء الله عايزه اكمل معاكم الكونسرت بتاعي. اعتقدنا الفيديو اللي فات ان الاورجانيزم بيعمل ادابتيشن من حاجات اللي جوه جسمه اللي هي سيستمز، وخدنا مثلا الدايجستيف سيستم، قلنا السيستم ده بيعمل ايه وازاي بنحافظ عليه. النهارده ان شاء الله عايزه اكمل معاكم الجزء ده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي سؤال جه في جسمي، بيقول لي our bodies need oxygen gas، يعني احنا ليه جسمنا محتاج الاكسجين؟ to do the function، يبقى احنا جسمنا يحتاج الاكسجين gas to do the function. we get oxygen gas from the air around us all the time، يعني احنا بناخد الاكسجين ده ناخده من الهواء اللي موجود حوالينا. we can store extra oxygen gas in our bodies، so we must constantly take in new oxygen gas through our respiratory system، يعني احنا ما نقدرش نخزن اكسجين كتير في جسمنا، عشان كده احنا لازم ناخد اكسجين جديد كل شوية. عشان كده عندنا سيستم اسمه respiratory system وسايد تمين respiratory system. طيب respiratory system ده بيعمل ايه؟ احنا قلنا ان كل سيستم بيعمل respiratory job. this system responsible for breathing or respiration، يا سيستم ده يخليني اتنفس. This system supplies body with oxygen gas and get rid of carbon dioxide gas، يعني يخلي الجسم يخش له الأكسجين جاز، بيطلع من الجسم بتاعي بيطلع carbon dioxide gas in process called respiration process. ونلاحظ ان اسم ال process على حسب اسم system، يعني مثلا كان عندي digestive system ال process اسمها digestive process، هنا respiratory system يبقى ال process اسمها respiration process. طيب ايه هي respiration process دي؟ It's a process of cooling air in inhalation and pushing air out of the body in exhalation، يعني دي عملية بخلي فيها الهواء بزق لجوه عن طريق عملية اسمها inhalation، وبطلعه ورا الجسم او pushing او بدفعه ورا الجسم عن طريق عملية اسمها exhalation. سوري بوشنج يعني اسحب لبره، اسحب بولنج هي اللي ادفعه لجوه، لكن بوشنج بسحب الاير اللي بره. تمام. طيب الريسبيريشن بروسس بتجوز بتطلع ايه بقى؟ بتطلع لي كاربون دكسيد جاز از ا ويست برودكت. This gas is harmful to our bodies، so you must exhale it out during exhalation. يعني هنا هيجي سؤال، احنا ليه بنطلع الكربون دكسيد جاز؟ ليه بنطلعه بره الجسم؟ because it's harmful to our body. okay. هناخد بقى structure of respiratory system بيتركب من ايه؟ اول حاجة النوز، بعد كده عندي throat or pharynx، بعد كده هيجي انبوبة اسمها تريكيا، بعد كده عندي التريكيا هتديني two bronchi، يا تريكيا branches to two bronchi. طب ما ليه two bronchi؟ عشان هما عندي two lungs، كل lungs فيها bronchi معين، يبقى two lungs two bronchi in two lungs. بعد كده عندي بعد bronchi branches to bronchioles، في اخر bronchioles عندي sacs كده لونها احمر دي اسمها alveoli. بعد كده في الاخر خالص عندي diaphragm. خلاص هنتكلم عن كل organ من دول بالتفصيل in details. اول حاجه هنبتدي مع النوز. The first organ in the respiratory system through which air enters the body sometimes through the mouth، يعني لكن هو اصلا بيخش الجسم، الاير ده بيخش الجسم اصلا من النوز، لكن ساعات بيخش الجسم من الماوس. لو مثلا انا عندي برد فبتنفس عن طريق الماوس بتاعي، تمام. then moves to throat، بعد كده الاير هيروح للثروت. طب ايه الاسترول دي؟ الفارينكس is allows the air to pass from nose to trachea، دي بتخلي ايه يعدي من النوز يروح التريكيا. ايه التريكيا دي؟ is a tube that allows the air to pass into two lungs، يبقى دي عبارة عن انبوبة بتخلي الاير يروح لحد two lungs which fill up with air like two sack panels، يعني two lungs دول يكون مليانة بالهواء like two sack panels زي بنات كده. inside the lungs trachea branches into two bronchi، يعني جوه اللانكس دي التريكيا هتفرع عن التوب بانكاي.
هنتكلم عن التو برونكاي. البرونكاي بتعمل ايه؟ they allow air to enter the two lungs، يعني تخلي ال air يخش ال lungs. they are divided into smaller and smaller tubes that look like branches of tree called bronchioles. يعني التو برونكاي دول بيكونوا فيهم أفرع صغيرة كده اسمها bronchioles. تمام، هنتكلم عن التو lungs كلها على بعض. inside the two lungs the bronchioles end with left air sacs surrounded by blood vessels called alveoli. يعني التو lungs دول جواهم ال bronchioles دي بتنتهي بحاجة اسمها air sacs، دي بيكون حواليها في blood vessels عشان كده لونها أحمر، ودي تبقى اسمها alveoli. where the blood carries oxygen gas to all the cells to do its function. يعني ال بلاد دي بتخلي ال بلاد كارس اكسجين جاز في الضوء بس سيلز، بتخلي اكسجين جاز بيروح لكل البلاد. يعني الكربون دكسيد جاز out from the lungs، بتطلع الكربون دكسيد بتطلع من ال lungs بتاعت. هنيجي بقى لآخر حاجة في ال system ده اسمها ال diaphragm. it's a large muscle as a base of thrice، عبارة عن قاعدة طويلة في نهاية الضلوع. it plays an important role in inhalation and exhalation process، ليها دور مهم جدا في عملية inhalation and exhalation. وكده خلصنا ال organs in respiration process. أو ال organs بتاعت ال respiratory system. بيقول لي بقى ايه ان the purpose of organs in the system considered as structural adaptation. يعني ال organs دي عبارة عن structural adaptation. the purpose of organs اللي هي ربنا خلقها لي الجسمي عبارة عن structural adaptation. okay، هنيجي بقى سؤال هنا بيقول لي how does the respiration process take place. العملية بتحصل ازاي اصلا؟ respiration process includes two processes اللي هم inhalation and exhalation. يعني respiration دي عبارة عن two processes inhalation and exhalation. طب ايه اللي بيحصل ال inhalation وال exhalation؟ اول حاجة ال diaphragm muscles هيحصل لها ايه؟ ال diaphragm هيحصل له contract or shrink and move downward. هيحصل له contract ويتحرك لتحت في ال inhalation اللي هي breathing in. طيب ال chest size of chest، طب يحصل ايه ال chest؟ يحصل increase or enlarge، يعني الشيست حجمه بيزيد. تمام، طيب الطيب في air يعني inhalation يعني breathing in، يعني بدخل oxygen gas، بدخل غاز oxygen gas. هنيجي بال exhalation or breathing out اللي هيحصل different مثلا، هيحصل لها relax or expand and move upward، هيحصل لها relax وتتحرك لفوق upwards. طب ايه اللي هيحصل لل size of chest؟ هيحصل له ايه؟ هيحصل له decrease or become narrow، يعني هيقل في الحجم او يكون ضيق. طيب في air دي exhalation او breathing out، يعني بتطلع ايه؟ بتطلع carbon dioxide gas. okay، في هنا بقى سؤال بيقولي how does the respiratory system get oxygen to the blood cells؟ ازاي بياخد اكسجين اصلا؟ oxygen enters the lungs during inhalation then the blood carries oxygen to all blood cells. يعني الاكسجين ده بيخش الجسم بتاعي عن طريق عملية اسمها inhalation. طيب في هنا سؤالين بيقول لي we can't hold our breath for a very long time، يعني احنا مش هنقدر نكمل نفسنا لمدة طويلة. ليه؟ because we can't inhale oxygen and expel out carbon dioxide gas، يعني احنا مش بنقدر نتنفس اكسجين او نطلع كربون دكسيد. so the body can't perform its vital process، يعني الجسم بتاعي مش هيقدر يعمل الوظيفة بتاعته. تمام، اخر حاجة بيقولي how can you keep the respiratory system، ازاي ان انا احافظ عليه؟ اول حاجة breathing clean air، لازم نتنفس هواء نظيف. eat fruits rich in vitamin C such as orange and guava، يعني لازم ياخد الفلوس اللي فيهم فيتامين سي.
زي الأورنج وزي الجوافة. avoid smoke and smoking areas، لسه ما ادخن شقة، تجنب اي منطقة فيها تدخين. احنا كده احنا بنحافظ عليه. كفاية كده عليكم الفيديو ده، ان شاء الله الفيديو الجاي هكمل معاكم باقي الكونسبت التاني. goodbye.